بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب الوكالة، وأنهينا التوكيل في حق كل آدمي، ووقفنا عند قوله في صحة التوكيل: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه. قول المؤلف رحمه الله: وفي كل حق لله، هذا عطف على ما سبق من قوله: يصح التوكيل في كل حق لآدمي. نعم. أي ويصح التوكيل أيضا في كل حق لله تدخله النيابة بهذا الشرط، لأن حقوق الله على قسمين. نعم. قسم لا تدخله النيابة مثل الصلاة والصيام، وقسم تدخله النيابة مثل إخراج الزكاة، ومثل الحج، ومثل ذبح الهدي والأضحية. فيجوز التوكيل من حقوق الله فيما تدخله النيابة خاصة من العبادات، كما أشرنا في تفرقة الصدقة والنذر والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات. الزكاة حق لله تدخل النيابة في إخراجها وفي توزيعها وإيصالها إلى الفقراء، وكذلك ما ذكرنا من الحج، فإن الحج أيضا عبادة لله وحق لله، ومع هذا تدخله النيابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النيابة عن الغير فأجاز ذلك، وقال: حج عن أبيك، حج عن أبيك، حج عن شبرمة. فدل على أن الحج تدخله النيابة، فيجوز التوكيل فيه. وكذلك الحدود، الحدود لا تدخل النيابة في إقامتها على من وجبت عليه، من وجبت عليه فإنه لا يناب عنه في تنفيذها، فلا تنفذ في غيره، ولا يقول: هذا وكيلي، أو أنا نائب عن فلان، تنفذ عليه الحدود، لأنها تتعلق بمن وجبت عليه. لكن في إثباتها، في إثباتها تدخل النيابة في إثبات الحدود، بأن يوكل القاضي من يثبت الحد، أو إذا ثبت يوكله في الاستيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة الرجل الذي زنى بها العسيف الذي كان عنده، قال: واذهب واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فوكله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد واستيفاء، وفي قوله: فإن اعترفت، ووكلها في استيفائه في قوله: فارجمها. فهذا دليل على أنه تدخل النيابة عن الحاكم في إثبات الحد وفي استيفائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في صور، لأنه لم يفوض إليه التوكيل،
وإنما فوض إليه القيام بالعمل، فلا يوكل غيره في ذلك إلا في صور. الصورة الأولى إذا جعل إليه بأن قيل له وتوكل من شئت، اعمل كذا وكذا نيابة عني ولك أن توكل غيرك فيه، فهذا يجوز له التوكيل. هذه الحالة الأولى. نعم. قال والوكالة عقد جائز. نعم، هذه الحالة الأولى إذا جعل إليه أن يوكل جاز له أن يوكل. الحالة الثانية إذا كان يعجز عن العمل، الوكيل يعجز عن العمل الذي وكل فيه، فله أن يوكل بدلا عنه من يقوم بذلك العمل. الحالة الثالثة إذا كان مثله لا يعمل هذا الشيء، كان وكل حاكما أو وكل القاضي بأن يشتري له شاة، فمعلوم أن الحاكم لا يذهب إلى السوق أو القاضي لا يذهب إلى السوق ويشتري الأضحية أو ما أشبه ذلك، فهذا دليل على أن له أن يوكل إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل. إذا كان في العمل دناءة على الوكيل فإنه لا يباشره وإنما يوكل من يقوم به، مثل ما مثلنا لو وكل السلطان أو وكل القاضي في أن يشتري له أضحية أو يشتري له ثوبا أو ما أشبه ذلك، فهذه الأعمال معلوم أن هؤلاء لا يزاولونها لارتفاع منزلتهم، فلهم أن يوكلوا من يقوم بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والوكالة عقد جائز. العقود تنقسم إلى قسمين بل إلى أقسام. قسم الأول عقد لازم للطرفين مثل البيع، هذا عقد لازم للطرفين، والنكاح عقد لازم للطرفين. ومن العقود ما هو جائز، ما هو جائز للطرفين. ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يحل فسخه إلا بإذن الآخر، والعقد الجائز هو الذي يجوز فسخه ولو لم يأذن الآخر. نعم. الوكالة من هذا النوع من العقد الجائز الذي يصح لكل طرف أن يفسخه بدون إذن الآخر، فللموكل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الوكيل، والعكس للوكيل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الموكل. هذا معنى كونها عقدا جائزا من الطرفين. وقد يكون العقد جائزا من طرف ولازما من طرف، وهذا معلوم في القواعد الفقهية. فالحاصل أن الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها نوع تبرع، لأنها نوع تبرع، وإذن إذن من الموكل وتبرع من الوكيل، والتبرع لا يلزم والإذن أيضا لا يلزم. نعم. قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه. نعم، تبطل الوكالة في أشياء. الأول فسخ أحدهما، إذا فسخ الوكيل أو فسخ الموكل بطلت الوكالة فلا يصح التصرف بعد الفسخ. نعم. الثاني تبطل الوكالة بموت أحدهما، إذا مات الوكيل أو مات الموكل انفسخت الوكالة، فليس للورثة أن يقوموا مقام الوكيل. نعم. ليس للورثة الوكيل أن يقوموا مقامه، وليس لورثة الموكل أن يقوموا مقامه، بل انتهت بموت أحدهما. فالتصرف الذي يكون بعد موت الوكيل أو الموكل يكون غير نافذ. والثالث العزل، إذا عزل الموكل الوكيل فإن تصرف الوكيل بعد العزل غير نافذ، لأنه تصرف غير مأذون فيه انتهاء الإذن بالفسخ. واختلف العلماء هل لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم أو ينعزل بالفسخ ولو لم يعلم. الذي مشى عليه هنا
أنه ينعزل ولو لم يعلم، ينعزل الوكيل ولو لم يعلم، فلو تصرف بعد العزل فإنه لا يصح تصرفه ولو فإنه لم يصح تصرفه ولو لم يعلم بالعزل. نعم. قال وبحجر السفيه. نعم، الثالث من ما يبطل الوكالة حجر السفه، إذا حجر على الشخص لسبب السفه لأنه سفيه فإنه تبطل وكالته وتوكيله. إذا حجر على الوكيل مثلا للسفه بطلت وكالته، لأنه أصبح لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف عن غيره. وكذلك إذا حجر على الموكل لسفه فإنه يبطل توكيله، لأنه أصبح لا يصح منه التصرف بهذا الشيء، فلا يجوز أن ينيب عنه غيره فيه وهو لا يملكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم، من وكل في بيع سلعة أو شراء سلعة لم يبع ولم يشتري، لم يبع السلعة على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له، ولا يشتري السلعة من نفسه كما لو كان عنده سلع، فلا يشتري من نفسه للوكيل لأنه متهم في ذلك. وكذلك لا يبيع على من لا تقبل شهادته له من أولاده وزوجته، لأنه متهم بالمحاباة في ذلك، فلا يبيع عليهم ما وكل في بيعه ولا يشتري منهم ما وكل في شرائه، لأنه متهم بالمحاباة في ذلك. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نسأ. ولا يبيع بعرض، لأن العرض هو الزمان والعرض هو السلعة، لا يبيع بعرض، هو وكل في أن يبيع بنقود، وكل في أن يبيع بنقود، أو أطلقت الوكالة قيل له بع هذا الشيء فالوكالة تنصرف إلى النقود، فلا يبيعه بعرض، يعني بسلعة مثل المبيع أو تختلف عنه. أحيان ما نقول عرض في الحديث بعرض من الدنيا قليل. نعم، العرض هو الزمان الذي يزول. ولا نسأ، إذا وكل في بيع شيء فإنه يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا، كذلك إذا وكل في شراء شيء فإنه يشتريه حالا ولا يشتريه مؤجلا، لأن الموكل لم يفوضه في هذا. والوكالة إذا أطلقت في البيع أو أطلقت في الشراء فإنها تنصرف للحال، ولأن الموكل يكون عليه ضرر من النسيئة. نعم. قال ولا بغير نقد البلد. كذلك إذا وكل في بيع هذه السلعة أو بشراء سلعة فإنه يشتري بنقد البلد المعروف، لأن الوكالة تنصرف إلى ذلك، فلو وكل أن يبيع هذه السيارة فإنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بالريالات السعودية والنقود السعودية، فلا يبيعها بدولارات ولا بجنيهات ولا بدنانير، لأن هذه نقود لغير البلد، ويحصل على الموكل ضرر إذا ألزم بنقد غير نقد بلده. نعم. قال وإن باع بدون ثمن مثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح. نعم، إذا وكله في شراء سلعة أو وكله ببيع سلعة وحدد له القيمة، قال بعها بمئة ريال أو اشتر لي بمئة ريال، لكنه خالف الوكالة اشترى بمئة وخمسين أو باع بمئة وخمسين وهو قد حدد له مئة، فإن البيع يصح، لأن المشتري جائز التصرف، ولكن لا يلزم الموكل إلا القيمة التي حددها، والزيادة والنقص يكونان عليه على الوكيل. فلو قال بيعها بمئة وباعها بتسعين مثلا صح البيع، ويدفع
الموكل 100 ريال ويغرم 10 النقص، ويغرم 10، وكذلك الزيادة يضمنها، نعم، لأنه لم يؤذن له في ذلك. نعم. قال: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له أو بدون ثمن المثل، إذا قال بيع هذه السلعة وأطلق ثم باعها بأقل من ثمن المثل فإن البيع يصح، لكن يغرم النقص، يغرم النقص، لأن الوكالة تنصرف إلى ثمن المثل. نعم. قال: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. إذا قال له اشتر لي بمئة فاشترى له ب110 صح البيع، ولا يلزم الموكل إلا 100 والعشرة تكون على الوكيل، لأنه تصرف من عندي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. إذا خالف الوكيل الموكل وكان الحظ للموكل في هذه المخالفة، كان الحظ للموكل في هذه المخالفة، فإن هذا يصح لأنه زاده خيرا. فلو قال له بع بكذا، بع ب100 ريال مثلا وباعه ب110 صح البيع لأنه زاده خيرا وفائدة. أو قال بع بكذا مؤجلا، بع ب100 ريال مؤجلة فباع بها حالة صح البيع ولزم لأنه زاده خيرا، لأن المؤجل أحسن، لأن الحالة أحسن من المؤجل ولم ينقص عليه من الثمن شيء. أو قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح ذلك لأنه زاده خيرا، لأن الأجل أحسن للموكل من الحال، لأن إلا إذا كان عليه ضرر من التأجيل فإنه لا يصح. نعم. قال: وإلا فلا. وإلا بأن كان عليه ضرر في الزيادة أو عليه ضرر في التأجيل أو الحلول فإنه لا يصح التصرف دفعا للضرر عن الموكل. أما إذا لم يكن عليه ضرر في هذه الصور فإنه يصح التصرف لأنه زاده خيرا بلا ضرر يلزم عليه. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. نعم. إذا وكله في شراء شيء فاشترى معيبا، اشترى له معيبا لم يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون لا يعلم بالعيب، لا يعلم بالعيب، ففي هذه الحالة يصح البيع ويخير الوكيل بين أن يقبل السلعة مع أرش العيب أو أن يردها، يخير بين أن يقبل السلعة مع أرش العيب أو بأن يردها، خير الموكل. الموكل، نعم. وأما إذا كان يعلم العيب فإن البيع يصح ويلزم ذلك على الوكيل. نعم. إن لم يرضى موكله. إن لم يرضى موكله. نعم. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه. لزمه يعني يلزم المشتري لأنه تصرف وهو جائز التصرف، فإذا لم يرضى به الموكل فإنه يلزم الوكيل. نعم. قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. لزمه المعيب ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن له بشراء المعيب. نعم. الوكالة إذا أطلقت فإنها تعني السليم. نعم. نعم. قال: فإن جهل رده. فإن كان الوكيل يجهل العيب فكما سبق أن الخيار يكون لصاحب للموكل، إن شاء قبله مع الأرش وإن شاء رده. نعم.
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. إذا وكل في بيع سلعة فإن الذي يجب عليه تسليم المبيع، يجب عليه تسليم المبيع ولا يقبض الثمن، لأنه لم يوكله في ذلك، لم يوكله في القبض. أما تسليم المبيع فلأن هذا من أحكام البيع، لأنه يلزم من البيع تسليم المبيع، فيكون مأذونا له بالبيع والتسليم، لأن هذا من لازم البيع، بخلاف قبض الثمن فليس هو من لازم البيع، فلا يدخل بالوكالة إلا بإذن أو قرينة تدل على ذلك. نعم. قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. أما وكيل المشتري إذا وكله أن يشتري له سلعة فإنه يلزم الوكيل تسليم الثمن، لأن السلعة لا يمكن الحصول عليها إلا بتسليم الثمن، فوكيل المشتري يسلم الثمن. أما وكيل البائع فإنه لا يستلم الثمن إلا بالإذن. نعم. فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لو أخر الوكيل المشتري، لو أخر الثمن الذي عنده للموكل حتى تلف بلا عذر، بلا عذر يمنعه من التسليم، فإنه يضمنه الوكيل لتفريطه. أما إذا أخره لعذر كأن دخل وقت الصلاة أو قيمت الصلاة فصلى وفي أثناء ذلك تلف الثمن، فإنه يعذر بهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. من شروط صحة الوكالة أن يحدد التصرف الموكل فيه، فإن كانت الوكالة غير محددة فإنها لا تصح. ومن ذلك إن وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع، لأن الله تعالى لم يأذن به. ومثاله لو وكله في بيع خمر أو خنزير أو شرائه، فهذه الوكالة باطلة، لأنها وكالة في تصرف محرم، ولأن هذا التصرف لا يصح من الموكل فلا يصح أيضا من الوكيل. نعم. حتى لو باع صحيحا، بأن خالف الوكيل فباع بيعا صحيحا، لم يصح، لأنه لم يؤذن له في هذا البيع. ومثاله لو وكله في شراء خمر أو خنزير فاشترى غنما، فإنه لا يصح هذا الشراء، لأنه لم يوكله في ذلك، فيكون البيع باطل، الشراء باطلا من أصله. نعم. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين. كذلك لم يصح التوكيل إذا كانت الوكالة غير محددة. لو وكله في كل قليل وكثير فإنه لا يصح هذا التوكيل، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه، فيعظم الغرار، فلا بد أن يحدد له التصرف في الوكالة بأن يقول بع أو اشتر أو أجر أو غيره. أما إذا قال أنت وكيلي في كل شيء، هذا لا يجوز، لأنه يدخل فيه أشياء تضر بالموكل، مثل طلاق نسائه وإعتاق عبيده وإهداء ماله وغير ذلك، ويقول أنا وكيل، هذه وكالة غير صحيحة لأنها غير محددة. هذا لا يأتي عليه شيخ الوكالة العامة اللي تعطى الآن، أو هذه وكالة عامة في وجه خاص؟ هذا يأتي إن شاء الله. نعم. أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء. كذلك لو وكله أن يشتري ما شاء لم تصح الوكالة، لأنه قد يشتري له شيئا مثمنا وباهظ الثمن، فلا تصح الوكالة. أو قال اشتر هذه العين، هذه السيارة، أو هذا البيت بما شئت من الأثمان، لم يصح، لأنه قد يفدح بالموكل فيشتريه بثمن لا يستطيعه الموكل. نعم. فيكثر الغرر. نعم.
ولم يعين لم يصح. لم يعين القيمة التي يبيع بها أو القيمة التي يشتري بها، لم يصح التوكيل، لأن هذا يدخله الغرر والجهالة والضرر. نعم. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. نعم، لو وكله في مخاصمة شخص عنده له مال قد أنكره، له دين على شخص، ووكل من، وهذا الشخص المدين أنكر الدين أو أبى أن يسلمه، فإن الدائن يوكل من يخاصم عنه، فإذا خاصم وأثبت الحق عليه فإنه لا يقبض الحق، لأن هذا ليس من لازم التوكيل، إنما وكله في الخصومة فقط وإثبات الحق، ولم يوكله في قبض القبض المخاصم فيه. العكس بالعكس، لو وكل واحدا في أن يستلم له حقا عند أحد فاحتاج هذا إلى خصومة، فإنه يخاصمه الوكيل، وإذا أثبت عليه الحق فإنه يقبضه. الوكيل في الاستلام يخاصم، لأنه لا يتوصل إلى الاستلام إلا بالخصومة، بخلاف الأول فإنه لا يلزم من الخصومة الاستلام. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.